أنا المهندسة نداء عوادي، بشتغل حالياً بجامعة القدس وبعتبر حالي إنساني حدسية كثير. درست الحاسوب صراحة عن طريق الصدفة وما كنت بعرف إنه رح أدرس حاسوب. كان طموحي عالي كثير أدرس علم أعصاب أو طب أعصاب، لأنه إعاقتي حفزتني أدرس طب أعصاب وعلم أعصاب، بس للأسف ما صار هيك. المستقبل وضح لي إنه إرادة ربنا هي المفيدة إلي، فأنا حالياً مبسوطة كثير بهندسة الحاسوب ومبسوطة كثير إنه بتعامل مع الحاسوب. كانت صدمة بدايةً إله، عشان الأطفال بنعرف إنه صعب علاجه بعمر كبير، بس حسيت إنه خلص لهون لازم أوقف. فترة من فترات من حياتي إنه وقفت، اتسكرت علي الأبواب، انقطعت عن الدراسة لظروف معينة أو ظروف خاصة. قصة نداء بتأكد بأنه الأمل يولد من رحم المعاناة، فكيف تمسكت بالأمل يا نداء لما أصبت بشلل الأطفال؟ الأمل يعني أمي، أول إشي بحكي إنه بيخليك إياها، بيخليكي إنه أي إشي بيعطيني في الحياة قوة لأقدر أواصل حياتي أمي. أمل يعني أمي، نجاح يعني أمي، انتصار على عشان أمي. أحكي لك الصراحة إنه الإعاقة أي إنسان بتعرض لها بمر بكثير مواقف سلبية، هاي المواقف السلبية بتأثر على نفسيته داخلياً، ما ننكر هذا الإشي. فلحتى تتعالج جسدياً بلش تعالج نفسياً داخلياً، تجاوز الماضي. كنت خايفة الناس يكتشفوا فعلياً إنه عندي إعاقة، كنت بحاول أخفيها. فالمعضلة الرئيسية كانت داخلية، إني أنا رافض الإعاقة، إني أنا بدي أخفي الإعاقة، إني أنا بدي أحاول إنه أنا إنساني عادي. وفعلياً أنا مش إنسان عادي، لازم أتقبل الإعاقة، لازم، هاي خلص واقع. أحد المواقف أنا بواجه صعوبة بالمشي وبالحركة وأنا نازلة، فكان درج طويل وأنا لما أنزل درج لازم أمسك إشي، فأنا محاضرتي بدري كثير وبدي ألحق المحاضرة لأنه حتى ما حدا يلاحظ إعاقتي ويكتشف إني بطيء. فمع السرعة أنا وقعت عن درج يمكن 12 درجة وضليت أكلب لآخر الدرج. وأجت العاملة اللي بالجامعة إنه ساعدتني، فمين شافني؟ شافني أحد زملائي. لما أنا ما قدرت إني أنا فعلياً ما بقوم على الأرض بسهولة، تمام؟ إذا صح إنه كومتي، بس مثلاً أوصل لمرحلة الأرض في حركات مفقودة من جسدي، فالأرض لحتى أمسك لازم حدا يساعدني، أنا أمسك في جهاز لحتى أقوم على الأرض. فأجت العاملة ساعدني وإنه شافني زميلي، وزميلي اكتشف إنه أنا عندي إعاقة. لما بدي أروح مثلاً من الجامعة عند أمي أو لأهلي، فصراحة أنا بأخذ الهام إنه المواصلات كيف بدي أطلع الفرد، هيك بصفن كيف اليوم بدي أمضي اليوم أخير، كيف بدي أطلع الفرد، إنه كيف بدي أرفع رجلي، لأنه عادة المواصلات الكل بيشوفهن طبيعيات، بس بالنسبة إنه عندي إعاقة وما حدا بلاحظ هاي الإعاقة بدقة، فبدي أضطر أرفع رجلي وبنفس الوقت أمسك إيدي في الباب من هون ومن هون، فبصير الإشي صعب كثير. والسيارات من هون مختلفة، بعض منهم عالي كثير، فبضطر أستنى أتأكد إنه هل السيارة أو الفورد عالي كثير أو لا. أنا حابة أوجه رسالة لأشخاص ما بعرفهم وما بعرف شو طموحهم بالحياة ولا أحلامهم، هم أشخاص بيشبهوني جداً،
ممكن بيواجهوا تحديات أصعب مني أو تحديات أبسط مني. أشخاص ذوي الإعاقة ما تستسلموا، ما تخلوا أي حدا بيحاول يصعب لكم الحياة أو يصعب لكم التحديات يأثر عليكم، سواء بطموحكم بأحلامكم.